هاد لانش بوكس هادي ممكن انك تبيع الناس اللي ديجا كيخدموا في الوظيفه ولا كيخدموا النهار كامل وهما خارجين، ما كيقدروش لا الماكله الزنقه وكيبغيو يديو معاهم الماكله ديال الدار شقه سخونه باش ياكلوها في البوز. دائما فاش بغيت تختار واحد المنتج اختار الزاويه اللي تقدر تسوقوا بها. كيف ما كنشوف دابا هاد الكاسك هذا ممكن انني نبيعو للناس اللي ديجا كيديروا الفيتنس والايروبيك ولا اي نوع ديال الرياضات، ممكن انك تبيعو لهم لانهم كيبغيو يبقاو مكونسونطرين وبيان سور الموسيقى ولا القران في ودنيهم ومركزين في داكشي اللي كيديروا. هاد السلسله هادي اللي كتشوف دابا قدامك ولا اي برودوي تاع العيالات، اغلبيه الناس فاش بغاو يديروا ليه الاتس غادي يبيعوا للعيالات وتلقوا اعلانات يشوفوهم العيالات. انت ممكن انك تبيع هادشي والاعلانات يشوفوهم الرجال وتخدم بديك الزاويه ديال ممكن انك تشري هذه الزوجه ديالك الاخت ديالك ولا الام ديالك. ممكن انه منتج اللي ديجا كيتباع للعيالات تبيعو للرجال. ديما اختار زاويه التسويق هي اللي تلعب عليها بالطريقه ديالك حيت هي كلشي. المنتجات الاخوان دابا اللي كاينين راه من شحال هادي هما كيتباعوا، الاختلاف فين كاين؟ في طريقه الماركتينغ ديالك. ان شاء الله لي فراسك والله يسر الامور.